ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد، ده ببريك لك على الفوز النهارده، مباراه جيده من النادي الاهلي رغم حسم بطوله الدوري، لكن الفريق بيأدي بشكل جيد، في تركيز كبير واصرار على الفوز دايما في كل مباراه. كابتن سيد، بس الحمد لله طبعا لكل مرحله بيبقى ليها اهداف معينه وكل مباراه بيبقى ليها اهداف معينه سواء كانت على المستوى الفني او المستوى النتيجه. الحمد لله على المكسب النهارده، والحمد لله طبعا على نسبه الاهداف اللي اتحققت بنسبه كبيره. الحمد لله 40 من اشراكه المجموعه او لعيبه النهارده محمد شريف بنشوفه خامه طيبه، وان شاء الله الرحمن اللي جاي بيبقى بالنسبه له احسن. بنشوف اللعيبه بقى لها فتره مش موجوده بشكل مستمر، يعني بتبقى موجوده على فترات، لكن الحمد لله يمكن كلهم على نفس المستوى وكلهم على نفس المسؤوليه. يعني ازاي بيتم تحفيز اللعيبه يا كابتن سيد، خصوصا ان احنا خلاص فزنا ببطوله الدوري وتبقى منها بعض المباريات عشان النادي الاهلي يوصل انتصاراته، فاكيد في شكل معين من التحفيز بالنسبه للاعبي النادي الاهلي؟ بص، اي واحد عايز يوصل لهدف على المستوى المحلي او المستوى العالمي لازم يشتغل على نفسه، ولازم يبقى في حاجه بالنسبه له بيأديها على المستوى الفردي سواء كانت من الدوافع او الاهداف اللي بيحطها لنفسه، وبعدين في اهداف جماعيه بالتاكيد خاصه بالنادي والمسؤولين. لكن انت لو لعيب مش واخد بالك من نفسك ومش واخد بالك من مسؤولياتك ومش واخد بالك من اهدافك او مش محددها وبتحاول ان انت توصل ليها، اعتقد ان التفكير هيبقى صعب جدا بالنسبه لك. يعني فكل لعيب بيبقى عارف كويس قوي ان كره القدم عامله زي القطر، ما بتستناش حد خالص، عمرها ما وقفت على حد وعمرها ما بتستنى حد خالص. يعني فالفرصه لما بتجي لك لازم تمسك فيها بشكل كويس، ولازم تأدي بشكل كويس، والمجهود اللي بتعمله او التركيز اللي بتأديه او التضحيات اللي انت بتضحيها اعتقد انها كلها بتجيب نتائج بالنسبه لك كويسه جدا. يعني الاهداف بالنسبه للفريق من بطوله الدوري بعد حسمها يا كابتن سيد، بالنسبه للجهاز الفني بالتحديد الاهداف بتتمثل في حاجات كتير جدا، يعني مش شرط انت عشان حسمت اللقب يبقى الموضوع انتهى، يعني الواجب بتاعك خلص. يعني لا طبعا عندك حاجات تانية، عندك مستوى رقمي، عندك مسؤوليه نادي، يعني حتى لو كان ما بتلعبش على ارقام ولا بتلعب على حاجه عندك مسؤوليه نادي. يعني انت لو نادي بتلعب النادي الاهلي بتلعب بمباراه وديه بتبقى عايز ان انت تأدي فيها بشكل كويس، عايز تكسب فيها حتى على مستوى التقسيمات او التمرينات. يعني هي الكوره لما اتعملت ما تعملش عشان في البدايه خالص، يعني الناس ما كانتش بتفكر او اللي انشاتها او اللي اخترعتها ما كانتش بتفكر ان في دوري وفي كاس وفي كاس عالم، اعتقد ان كان الفكر بعيد شويه يعني. لكن روح المنافسه نفسها يعني لو اتنقلت على حسب المستويات وعلى حسب التدرج اعتقد ان دي من الحاجات الايجابيه جدا. يعني بمناسبه كاس العالم، هل في تواصل ما بين الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر؟ وده يمكن البعض يمكن تكلم يا كابتن سيد عن احتراف عبد الله السعيد عشان يشارك عشان يكون جاهز لمباريات كاس العالم، نفس الجزئيه البعض تكلم على شريف اكرامي بعد اصابه احمد الشناوي اصبح في فرص كبيره لشريف ان هو يشارك في كاس العالم، فهل النادي الاهلي في تنسيق ما بينه وما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ بص، انا اتكلم على الجزء اللي يخصني طبعا هو الجزء الاداري والتنظيمي. يعني في تواصل طبعا مع المهندس ايهاب الهيطه بشكل كبير جدا، مش المره دي بس او مش في الفتره دي بس، يعني في تواصل من فتره كبيره ودي حاجه كويسه. فيما يخص الاختيارات او التجهيزات اعتقد ان احنا اكتر الناس هتبقى سعيده جدا لو الفرقه كلها راحت كاس عالم، اعتقد كمان ان ما في مجموعه كبيره جدا 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 ما بنفرضش راينا على حد او بنفرض وجهه نظرنا على حد، الجهاز المنتخب هو الاضرب باحتياجاته، لكن عندك لعيبه كبيره جدا وعامله موسم رائع جدا جدا مع النادي، اعتقد انها من حقها وان لها ان يكون لها فرصه ان شاء الله في المشاركة. ان شاء الله.